مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من برنامج قانون اللعبة. هي مو حلقة جديدة بل جزء آخر لرياضة الكيوكوشندو مع السنسيه أحمد مندني، استكمالا للجزء الأول. وراح ندخل في هذا الجزء أو هذه الحلقة إلى الإبساط، ونتعرف على نوعية القتال وطريقة القتال وحساب نقاط لهذا القتال. خلونا نطلع مع بعض نتعرف على السنسيه أحمد مندني ورادين. ردينا سريعا من بعد هذه البطاقة التعريفية، تبارك الرحمن، إنجازات كثيرة أحمد مندني، حياك الله مرة أخرى في قانون اللعبة. الله يحييك. ندخل مع بعض الإبساط. الحلبة تتامي. تتامي أحلى. إيش لا كذي حتى نطق أحلى. ندخل التتامي، أبي أتعرف على مساحة الإبساط، إيش كبرها؟ مساحة الإبساط 10×10، وفي متر بكل جنب كسيفتي حق السقوط، يعني اذا مثلا وصلت على الاقل في متر زياده. ما شاء الله 10×10 شنو هم كبيره، وانت اثنين ما ساعات يكونون كبار. أيه؟ اهم عشان ياخذون راحتهم، لان في ارضي في فوق، واحد ممكن يرجع لخطوتين ثلاث ويطيح. يعني اذا طلع بالمتر الخارجي هذا تعتبر يرده. نقطه عليه مثلا ولا يرده بس يرده. اذا تكررت اكثر من مره، اي اكثر من مرتين، اي يعطونا فاول. يعطونا فاول. أيه؟ كم فاول باللعبه؟ فيها انذارات صفراء حمراء، فيها اصفر وبرتقالي واحمر. الانذارات اي شنو؟ الاصفر شنو؟ البرتقالي شنو؟ الاحمر. الاصفر يكون غلط صغير او مثلا طلع من الحلبه، بعدها ياخذ البرتقالي نفس، يكون انذار اخير. والاحمر خلاص برا، طرد. أي. من اللعبه نفسها. زين، انا دشيت القتال. مثل ما تفضلت، اللبس الواقي اللي تفضل فيه اللي هو الخوذه مع الحمايه الجلاف والريل. الملابس بتعرف عليهم مثل ما تفضلت، ازرق وابيض. لازم واحد يكون لابس ابيض والثاني يكون ازرق. تمام، هذا شيء رئيسي، يعني كل لاعب عنده بدلتين لازم يدش فيهم. الاختيار شلون يكون هني؟ قرعه ولا كل لاعب يختار اللون اللي يبي؟ على حسب القرعه، يعني يكون في طرف ابيض وطرف ازرق، على حسب القرعه وين تكون، باي طرف فيهم انت. ممتاز. كابتن احمد، انت اليوم ما شاء الله حزامك الاسود. أي. في درجات صح؟ اي. اسود كم؟ انا الحين 4 اسود. بعد الاعلى كم؟ في 5 هاليل 10. ها تو الناس عليك ولا ما توصل لها؟ انا اعرف في اعمار معينه ممكن القطم وايد لازم شعرك شيب وكبير. ما اقدر امشي اتوقع. ادري هل هذا قانونا لازم يصير ولا عرفا ولا انت لازم كل ما تصعد معناته ان صارت خبرتك اكثر، معرفتك اكثر، وايد شغلات تتعلمها. حلو. فيها كاتات اللعبه؟ اي فيها 3 كاتات. لا آه بس مو وايد، شويه والله. إيه هذا الحلو اللي كله طق واخذينه طق. بروح الى انت مثل ما قلت اللون الاسود، انا اليوم والله حزامي لون الاحمر. أي. اقدر اتبارى وياك بالصاله؟ ممكن تصير. حلو. لان انت عشان تكتسب خبره اكثر، لان اللي راح تلعب وياه ما راح يطق عشوائي. حلو. عارف شنو يطق، ولا ما يلعب وياك يلعب وياك كتعليم. تمام صحيح، لانه يكون كاكثر خبره. أي. فيلعب وياك كتعليم. حلو. بس بالبطوله الاحمر ممنوع انه يلعب، خاصه اذا كان البطوله انه يقدر يلعب ويا الاسود. حلو. من الازرق وانت صاعد، يعني تقريبا 3 حزام وانت صاعد. تقدر هني تدش البطوله وتلعب مع اي حزام ثاني؟ يعني الازرق تقريبا يكون وقتها صار لك اكثر من 9 شهور. تمام. او 10 شهور. اقدر اتبارى مع اي حزام اخر؟ اي حزام مو مشكله، ما في اي مشكله. زين، في اوزان عندكم باللعبه؟ اي. شنو هي؟ في 60 اللي فوق 60 او تحت 65، تحت 70، تحت 75 كذي، كل 5 كيلو في فئه. اخر شيء تكون المفتوح، الوزن المفتوح. احمد مندني تحت اي فئه؟ انا الحين والله وزني ما ادري كم، بس اتوقع اول الثمانين. انزين، هل تحرص انك كنت تلعب بفئه معينه ما تغيرها ولا لا؟ تحب تجرب؟ هو كل فئه تتميز بشيء. شلون؟ يعني الستين تلاقيهم خفاف زياده، فتلاقي لعبهم جميل سريع. يعني لعبهم سريع وهم حلو. حلو. السبعين تلاقي لا في الخفة وفي قوة. حلو. فكل ما زاد الوزن كل ما صار اللعب أكثر قوة أقل خفة. تمام. فعشان كذي، وأكثر وزن السبعين يكون أصعب وزن تقريبا. هذا ثقيل عن، لأن ما شاء الله الأجسام تكون أكثرها يعني قوية. الوزن المفتوح كم يبلش؟ من كم؟ من 100.
من 100 فوق ال 90 يعتبر مفتوح عندنا. 90 100 فوق ال 100 يعتبر مفتوح، لان في 90 و95 فوق ال 100. هذول رسمي كله ارضي يلعبون هذول على حسب ما في مشده. لا لان يجيك وزن اي بس مع ان جسمه كبير وهذا، بس في بعضهم عيونك ما شاء الله لا اله الا الله خفاف تبارك الرحمن، يعني وزنه مثلا 120 اي بس يتحرك ريشه تبارك الرحمن. اي عاد وين لوين تحصل هذا؟ اي صح أي وين لوين صح. بروح مع الساده المشاهدين اوقف شوي ونطلع الى التقرير المميز عن رياضه الكيك شندو، ونعود مع السنسي احمد بن داني. تعرف الرياضه بانها الجهد البدني الذي يبذله الفرد، وتحكم كل نوع من انواع الرياضه مجموعه من القوانين الخاصه بها. فرياضة الكيوكوشن هي أحد الألعاب القتالية والدفاع عن النفس المنتشرة في اليابان. تم تأسيسها من قبل أوياما عام 1963 بعد تعلمه الكاراتيه، ولم يقب بل زاده إصرارا ليخدنا بلعبة جديدة مشتقة من لعبة الكاراتيه الكيوكوشن، وتعد اليوم من أقوى الطرق وأشهرها وأكثرها انتشارا في العالم. من بعد هذه العودة والتقرير الجميل أروح وياك إلى البساط ونرجع إلى الحكام اللي يقودون المباراة. كم حكم يكون متواجد؟ الحكام 4 على الأجناب. نعم. يكون مع كل واحد بالزوايا يكون مع كل واحد علمين، علم أزرق وعلم أبيض. إيه؟ عشان إذا صار مثلا فاول بوجهة نظرة أو مثلا نقطة أو نفس حكم الخط اللي يكون بكرة القدم. إيه؟ بس مو هو الأساسي، يعني ممكن أنه يعطي تنبيه بس ما ينوخذ فيه انه ما يوقف اللعب. حلو. وفي حكم الساحه نفسه اللي هو يتحكم كل شيء، سواء ذاك يقدر يوقف يقدر يخليهم يكملون. تمام. شنو ما كان كل شيء يكون بايده. حلو. وفي حكمين يكونون صوب المدربين يكون عندهم النقاط. اوكي. وفي اللي هي اللجنه اللي تكون على الطاوله. على الطاوله. عندكم حكم فار ولا ما في؟ لا حكم فار لا هذه مو موجوده. اروح الى طريقة حساب النقاط، وشلون تحسب النقاط؟ الجولة أول شيء تكون 3 دقائق. جولة واحدة؟ جولة واحدة. نعم. إذا ما كان في تعادل خلاص تخلص، إذا في تعادل راح يكملون. جولة ثانية أيضا 3 دقائق. لا دقيقتين تكون. حلو. زين إذا خلصت أوكي، ما خلصت راح يكون في وزن. شنو وزن؟ يعني مثلا أنا وزني 81، أنت وزنك 83. حلو. وقفنا على الميزان، أنا 81 فأنا اللي أفوز لأن وزني أقل وقدرت تتعادل. هذا بعد التعادل. بعد. فالأفضلية. أيوه. لأقل وزن. ممتاز. هذا بعد التعادل بالجولة الثانية. تمام ممتاز. بس النقاط شلون تكون؟ تكون في نص نقطة اللي هي وزاري، وفي اللي هي نقطة كاملة اللي هي إيبول. حلو. النص نقطة تكون سواء من استسلام. إيه. أو من طقة تأثيرها 4 ثواني وأقل، يعني تطقيتني طقة. إيه. بين تأثيرها كعوار 4 ثواني وأقل. جميل. ينحسب لك نص نقطة. حلو. 5 ثواني فوق خلاص الحكم يوقف، أنت اللي فايز. حلو. طريقة الاستسلام عندكم؟ إيه. إيه شنو هي؟ ممكن خنق. أوه. ممكن كسر. أوه. شنو ما كانت عادي. إيش حالاتك الجزء الأول قلت لي ما في إصابات. مو أنت. الأمور طيبة. الحكم. حكم الساحة لازم يكون ذكي. إيه. يعني أنا خذيت واحد استسلام، ممكن الحركة ما لها كسر وغلط مطبقها أنا. أيوة. فما راح يوقف، يعطي الخصم فرصة. حلو. ممكن يطلع، ممكن لا أخذها خلاص صح وراح يكسر. ممتاز. فهني الحكم يدش، فالحكم المحسوبة عليه الغلطة. أوكي. كل التوفيق لكم كابتن أحمد سنسي، تشرفت اليوم في وجودك في قانون اللعبة. دائما أستمتع بخلنا نقول السنسي أو مجموعة السنسي، ما أدري شنو هي بالضبط. أيوة. زين اللي قابلتهم في قانون لعبة، تشرفت في مختلف الألعاب بحضورهم. تفضلت في الجزء الأول قلت الهدوء. يعني. وفعلا ما شاء الله كلكم اتفقتوا على هذه الكلمة، وفعلا كلكم متفقين على نفس الصفة اللي تكون متواجدة. الهدوء دائما يكون متواجد ياكم باللقاء، بس عاد وقت النزال ما تعرف الهدوء لأن لازم تطلع طاقتك بشيء وتكون هادي بشيء، وهذه حتى مع الصغار راح تكون مبينة. نعم نعم. كل شكر لك مرة ثانية، إن شاء الله نلتقي في حلقات أخرى في برامج أخرى. شكرا لك. مشكور. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام لمتابعتكم لنا في هذه الحلقة القنقول الخاصة في الجزء الأول والجزء الثاني في رياضة الكيك شندو. الملتقى يتجدد في حلقة أخرى برياضة أخرى، فما لا.